اولا بعدا نشكر الاخوه الاخوان اللي حضروا معنا في هذه الجوله اللي قمناها مع السيد رئيس الحكومه ومع المجالس المنتخبه. بالطبع كيف ما كتعرفوا اليوم اكادير كتعرفوا على التطور ملموس في المجال ديال البنايات الثقافيه، وهذا بحد ذاته يعني واحد العمل مهم جدا، لان لما كنتكلموا على التحدي اللي عتنا المغاربه اللي هو نلجؤوا او نوصلوا للصناعه الثقافيه والمفهوم ديال تقويه المجال السياحي بالمفهوم ديال السياحه الثقافيه، الا وخص يكون واحد البنايات اللي كتكون في المستوى العالي. ولما نتكلموا على الصناعه الثقافيه والسياحه الثقافيه كنتكلموا كذلك على امكانيات خلق فرص شغل جديده للشباب والشابات مدينه اكادير وجهه بالعموم، وهذا هو التحدي اللي ولا عندنا بالطبع في الحكومه، هو كيفاش المجال الثقافي واللي كيساهم في تقويه المجال الاقتصادي والاجتماعي باش نواجهوا الازمات اللي كيعيشها اليوم العالم واللي كيعيشها بالطبع المغرب بواحد مفهوم جديد للمجال ديال الصناعه الثقافيه. اذا كل هذه البنايات اللي شفناها اليوم احنا فيه اليوم الا ويساهم في خلق يعني واحد ثروه جديده للمواطنات والمواطنين للمغاربه. وكتعرفوا بان هناك مجموعه ديال المهن مرتبطه بالمجال الثقافي اللي يعني في الزمن الماضي ما تمكناش باش نوفروا هاد المهن هنايا، ولو ان مجموعه ديال الشباب والشابات يعني ممكنين بمجموعه ديال التكوينات، الا ان حاليا الحمد لله بالمفهوم ديال الصناعه الثقافيه وبالمفهوم ديال السياحه الثقافيه غنتمكنوا ان شاء الله باش نخلقوا هذا فرص الشغل اللي هو مطلب من جميع المغاربه. واعتقد ان حان الوقت ان المجال الثقافي بهذه البنايات بهذه الاستثمارات بهذا الوجود ديالو انه يساهم كذلك في هذا المجال. وشكرا لكم.